طيب، السلام عليكم. جاء سؤال: هل البسملة آية من آيات القرآن الكريم؟ طبعا هناك خلاف، أجمع علماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، بضع آية من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل، في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول العلماء، وجزم قراء مكة والكوفة بأنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وينسب هذا القول إلى ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وعلي رضوان الله عليهم جميعا. وبه قال الشافعي وأحمد في رواية له، وذهب قراء المدينة والبصرة والشام إلى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. قالوا وإنما كتبت للفصل بين السور وتباركا. وبهذا القول قال أبو حنيفة ومالك، ورواية عند أحمد. فإذا هناك خلاف هل هي آية أم غير آية، كما بينا هناك أكثر من قول. وينسب أيضا للشافعي قول آخر: إنها آية من الفاتحة ولا من غيرها. طيب، جزاكم الله خيرا. هذا هو الإجابة على السؤال: هل البسملة آية من القرآن الكريم أم ليست بآية؟ طيب، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.